السلام عليكم خوتي خواتاتي اللي منضمين لقناه عائله نصائح حليمه. كيف وعدتكم قلت لكم غادي نتكلم لكم على المكملات الغذائيه اللي هي يا ديال الشعر واللي هي يا ديال البشره. حاجه وحده خوتي خواتاتي وهو خصنا نعرفوا بما ملي كناخذوا المكملات الغذائيه خصنا وكذلك نعرفوا اشنو كناكلوا. خصنا نجتنبوا السكر، نجتنبوا الملحه، نجتنبوا ملي كنبداو في واحد السن نجتنبوا المرقه داك التغماس، نجتنبوا الحوايج اللي هما فيهم الزيت فيهم الدهنيات. الا بغيتي المكملات الغذائيه تبان عليك لا على البشره ديالتك ولا على الذات ديالتك ولا على الشعر ديالك، الماكله مهمه مهمه بزاف. نبعدو من القلي، داكشي كلشي اللي كيتقلى في الزيت نبعدو منه. حاجه ثانيه كنترجاكم وكنطلبكم وكنقول لكم كيف قال الاخ الدكتور الفايد، اللحم كلوه من العيد للعيد، اللحم ما تاكلوش يوميا، ما تاكلوش الدجاج يوميا، ما تاكلوش حتى كيف كنقولوا من السيمانه للسيمانه. الا ما قديتوش كلوه خطره في الشهر والباقي بحال اللي كان زمان. طويجين ديال الخضره، الصوبه، الفواكه الجافه، الفواكه الطريه، ونشربوا الماء وناخذوا المكملات الغذائيه اللي غادي نتكلم لكم عليها دابا. عندنا المكملات الغذائيه ديال الشعر وعندنا المكملات الغذائيه ديال البشره اللي غادي نتكلموا عليهم. نسيت ما حطيت هادي، غادي نتكلموا عليهم خوتي خواتاتي وغادي نقول لكم. غادي نبداو خوتي خواتاتي بهاد بحال الشكل ديال السيروم اللي هو ديال الشعر. بالنسبه للناس اللي عندهم تساقط الشعر وعندهم البصيلات وعندهم الفراغات في الشعر ديالهم كنصحكم، ثم كنصحكم تاخذوا هادشي اللي غادي نقول لكم تاخذوه، خذوه عينكم مغمضين. هنا خوتي خواتاتي كيف كتشوفوا انا غادي نوريكم، وجبت لكم القرعات باش نوريكم. هادي راها من الباكيه، هادي هنايا بالنسبه للنساء كيقول لك يعني هاد السيروم اللي هو يا ديال البلاصه اللي عندنا فارغه كنجيو حتى لهاد البلاصه وكنخويو بهذا، كنخويو شويه وكنحكوها بالصبيعات ديالنا. وكذلك هاد البلاصه ملي غادا تكون عندنا فيها الفراغات هنايا صافي ها هو بدا كيتجمع وبدا الشعر كيطوال وغادا تبدا تسد. هنايا بالنسبه للرجال، بالنسبه للرجال اكثريه عندهم هاد البلاصه وهاد البلاصه فارغه، وعندهم هنايا كتكون عندهم خاويه. وكذلك نعملوا شويه هنا ونعملوا شويه هنا ونعملوا شويه هنايا ونحكوا باليدين ديالنا. الطريقه خوتي خواتاتي ها نتوما كيفاش استسمح، هذه على ود ممنوع للبيع. غادي نشوفوا لا دات، حتى ماتت في 2017 ولكن داكشي كيبقى غير كوميرسيال باش تلوحيها وتمشي تشري وحده اخرى. يعني هذه تبقى حتى 2025 2026. تيقوا بيا خبره ديال 35 عام في الصيدليه، لا دات راها غير ان تروك كوميرسيال. بالنسبه للسيرو ديال الوليدات الصغار، الا حليتي القرعه ومكتوبه عليها 6 شهور من بعد ما تحليها، الا دازت عليها 6 شهور صافي هذيك لوحيها، اما هادشي لا بالعكس كيبقى. هنا خوتي خواتاتي ها انت كتعملي لا دوز ديالك، هادي اللي شادها انا في يديا، وكتعمليها في ديك البلاصه اللي عندك فيها الفراغات. ها انت عندك لو شوا، يا اما بالبخاخ ترشي يا اما بهادي، وفي نفس الوقت تحكي بالصبيعات ديالك. هادي كنضمنها لكم، هادي كنضمنها لكم وكنقول لكم خذوها الا كانوا عندكم الفراغات في الشعر ديالكم. وبالنسبه للرجال اللي عنده اللحيه يعني كاينين شي بلايص كينوض لهم فيها الشعر وكاينين شي بلايص ما كينوضش فيها الشعر، هادي مزيانه. حاجه وحده اللي ننصحكم وهو كاينه النمره جوج وكاينه النمره خمسه، ما تاخذوش النمره خمسه، حذاري ثم حذاري، ما تاخذوش النمره خمسه، خذوا النمره جوج
كيجيو الاطباء كياخذوا النمره جوج. ملي سولتهم قلت لهم علاش النمره خمسة ما كتخادش، قالوا لي النمره خمسة للناس اللي كيعملوا الشيميو، الناس اللي كيعملوا الكيماوي، اما الناس اللي عندهم تساقط الشعر وعندهم الفراغات ملي كياخذوا ديك النمره خمسة الفوره ديال الراس كتصدم بداك البرودوي اللي كينزل عليها. اذا غادي نبقاو في النمره خمسة، القرعات عاملين هكذا، عندهم البخاخ ديالهم كاين لداخل، هادي كنصحكم خدوها خوتي خواتاتي. هادي انا خديتها ديال الشعر، كتباع وحده وكتباع الاخرى لاصقه حداها اللي هي كتكون الاخرى فابور. خديت ديك الصغيره، هادي ها نتوما كتشوفوا ديال الشعر وديال الضفران. هنايا خوتي خواتاتي خديت الصغيره وغادي كيف نقولوا نبدا بالكبيره ان شاء الله. هادي خديتها وملي نكونوا عندنا من 30 عام الفوق ما ناخذوش وحده في النهار، ناخذوا جوج في النهار. يعني من اي حاجه غادي نتكلم لكم عليها غادي نقول لكم النظام كيفاش يمكن لينا ناخذوا هذا الشيء. جوج في النهار هما اللي كيعطيو النتيجه ديال داك الشيء اللي بغيناه واللي كنتسناوه من داك المكملات الغذائيه. هذه خوتي خواتاتي الا تقولوا لي واش ناخذوها، اللي تا هي كنقول لكم دائما تقارنوا المكملات الغذائيه هنا شحال كاين وهنا شحال كاين. هذه مزيانه مزيانه بزاف، هذه الثمن ديالها رخيص والفائده ديالتها عجيبه ديال الشعر. حنا تكلمنا على هادو، خليت لكم المخيره لافان اللي غادي ننصحكم بها ونقول لكم خذوها ومية في المية وعلى حسابي وليها سنين وسنين وسنين وباقي ما بدلو فيها حتى شي حاجه، باقا هي هي وكتباع خوتي خواتاتي. لا الشامبوان ديالها ولا سميتو ديالها، الله يثبتني على الشهاده، الشامبوان ديال لي كومبليمون اليمونتير ديالها ولا ديال الفوليوم، واحد لاموس ديال الفوليوم ديال الكثافه ديال الشعر، هادو كيتباعوا. هادو الا تبغوا تاخذوهم ما تاخذوش بالوحده، خذوا اللو دو دو، اللو دو دو ملي كتاخذوا اللو دو دو كتخلصوا ثمن مناسب على الا خديتو بالوحده. وكيف قلت لكم ملي تكون عندنا من 40 عام الفوق ولا حتى من 30 عام الفوق ناخذو بجوج ما ناخذوش بوحده. هنايا تكلمنا خوتي خواتاتي على الشعر، هنايا غادي نتكلموا على المكملات الغذائيه ديال البشره. المكملات الغذائيه ديال البشره انا هادي من سنين وانا كناخذها، شي 10 سنين هادي وانا كناخذها، نتيجه 100% انا كنضمنها لكم خوتي خواتاتي. كتحتوي على لا فيتامين او، ها هي يا الا لقيتو شي مكملات غذائيه اللي هي كيف كنقولوا سبيسيال ديال البشره ولقيتو فيها فيتامين او فيتامين دي فيتامين سي ما تاخذوهاش، خذوا فيتامين او اللي هو 100% فيتامين او. هذه الطريقه كيفاش غناخذوا هذا الشيء، انا غادي نقول لكم ملي غادي نتكلم لكم على لو برودوي. هذه خوتي خواتاتي هذه وغنتكلم لكم تاع على الاثمنه، هذه عجيبه عجيبه للشعر. غادي تشوفوا ليغا بالزرق وليغا بالكحل، هذا الشيء اللي عطى ليغا بالبيض، هذا الشيء اللي عطى الله. هذه خوتي خواتاتي سي دي ساشي، ها همايا كاينين هنايا 10 ديال لي ساشي. هادو اش نقول لكم، بحال مشيتي عملتي تجميل ديال البشره، ولكن الحاجه الوحيده اللي هي يا ميمكنش انا ما نقدش عليها شخصيا، وهو خديت الباكيه الاولى وهذه الثانيه، ما نقدوش نحبسوها. نهار اللي تحبسي هذه نهار اللي بحال غادي نقولوا داكشي كلشي اللي كانت كيف كنقولوا
اللي حصلنا عليه، النتيجه اللي حصلنا عليها من هاد لي ساشي، نهار نحبسوهم كل شيء رجع لينا. هذا هو المشكل في هادو، وغاليين بزاف. يعني البواطه فيها 10، يعني عندك 10 ايام كتعمل تقريبا 20 اورو، وكل صيدليه والثمن ديالها. يعني الا بغيتي الشهر كله خاصك 20 و 60، خاصك 60 اورو اللي هي يا وقيلا 12000 ريال. هذا انا غادي نكمل غير هادي، وغادي نستمر على هادي اللي هي يا صيدليه كتعمل 26 اورو. ولكن كاينين صيدليات اللي الناس قالوا لي لقاوها ب 20 اورو. اوكي، على ود صيدليات الاثمنه كتختلف بالنسبه للدائرات. الدائرات اللي كيخلصوا الضرائب غاليين، والدائرات اللي ما كيخلصوش الضرائب غاليين. هذه عجيبه ثم عجيبه، اللي عنده باش وقد عليها وبغى ياخذها كننصحكم بهذه، وكننصحكم بلي كومبليمون اليمونتير ديال الشعر. وهذه هنا خوتي خواتاتي، كيف عندنا لا فيتامين او هنايا، عندنا لا فيتامين او في لا مارك سولغا، في لا مارك سولغا. ولا قلتوا لي حليمه باش تنصحينا، يعني باش ننصحكم، واش ننصحكم بلا فيتامين او ديال لا مارك سولغا، ولا ننصحكم بهادي؟ غادي ننصحكم بهادي، غادي ننصحكم بهادي. على ود هادي انا جربتها، انا 10 سنين هادي وانا كناخدها. هادي انا عاد غادي نجربها، ولكن كنسولو الكليان ملي كيجيو يدي هادشي كنقولو ليه الله يخليك لو غوتور. لو غوتور معناته النتيجه، عطينا لو غوتور ديال داك البرودوي اللي خديتيه. اي حاجه كنطلبو من الكليان لو غوتور. دابا خوتي خواتاتي، الطريقه كيفاش يمكن لينا ناخذو المكملات الغذائيه وتعطينا نتيجه. ما يمكنش لينا نتعشاو بالمرقه وناكلو الكسكسو وناكلو المسمن وناكلو السكر ونتناولو نزيدو في الملحه وناكلو اللحم وناكلو الدجاج وناكلو المكملات الغذائيه، ما غادا تنفعك بتا شي حاجه. داكشي اللي كتاكليه داخليا كيبان لك على وجهك خارجيا. المكملات الغذائيه كنعاونو بها الذات ديالنا، مع كنبداو نفقدو ما كتوصلي ل 20 عام مع هادشي اللي كاين دابا في الاكل، كل شيء عاملين عليه الدواء باش يكبر دغيا وباش يتباع وباش، يعني 20 عام خاصك يعني تعطي الذات ديالك وتعاونيها لا فيتامين ا لا فيتامين او لا فيتامين سي لا فيتامين بي. حاجه وحده ما ناخذوش فيتامين اللي فيه جميع انواع الفيتامينات، كنتكلم على البشره. ناخذوا لا فيتامين او، ناخذوا لا فيتامين ا انا عندي بوحدها، هذا بوحدو اللي قد عليه. الوغ والشايب ديال الماء، شايب الماء شايب الماء شايب الماء. دابا غادي نقول لكم الطريقه خوتي خواتاتي في الصباح كيفاش يمكن لينا ناخذوا هذا الشيء. وسمحوا لي بحال جالسين مع بعضياتنا، الله يخطيكم والله يخليكم ليا، كنحاول نفسر لكم. ملي تفيقوا في الصباح غادي تفطروا الفطور ديالكم، ما غاديش نفطروا البنات بالكواسه ديال الزنقه ولا الباو شوكولا ديال الزنقه ولا كيكه فيها كاس ديال الزيت ولا المسمن اللي هو يا معقد، يعني مطيبينه بالزيت. داكشي كلشي راه المعده ديالتنا ما كتبقاش تستحمل داكشي. غادي نفطروا بالخبز الكامل، الخبز ديال الشعير اللي غادي تكونوا عاجنينو وعاملين فيه الحبيبات. غادي داك الخبز تفطري بيه، ما نعمل فيه لا الزبده، عندك العسل ومتاكده من داك العسل بين ما راه حر وطبيعي، غمسي في العسل. ما عندكش العسل خدي زيت العود زيت الزيتون، ويا سلام يا سلام على زيت الزيتون الا خديتيها في الصباح للفطور للذات ديالك، ما نقولش ليك. واحتفظتي على راسك وبعدتي من اللحم وبعدتي من الدجاج، غادي تشوفي النتيجه. وكليتي الخضار والفواكه الجافه، الفواكه الطريه والصوبه في الليل وتفيفيحه في الليل، ويا سلام مع المكملات الغذائيه. اذا فطرتي بالخبز ديالك كملتي الفطور ديالك، غادي توجدي
جوج من هادي غادي مثلا تكلموا على كل شيء، غادي توجدي انا مثلا غادي نبدا هادي، غادي نوجد جوج من هادي، غادي ناخذ جوج من لا فيتامين او، غادي ناخذ جوج من لا فيتامين ا اللي ما حطيتهاش هنايا، غادي ناخذ جوج من لا فيتامين دي. لا فيتامين دي ما خصهاش تخطاكم ولا تخطى الذات ديالكم. لا فيتامين دي كاينه في لا مارك سولغا اللي هي الثمن ديالها شويه مرتفع، ولكن لا فيتامين دي اللي هي يا كتشروها بعض المرات في بعض المحلات اللي كتكون غير 40 ولا 50% ديال لا فيتامين دي. اما في لا مارك سولغا لا فيتامين دي 100%، يعني غير كنقول لكم باش ما تقولوش لقيت هذه فيها لا فيتامين دي ولقيتها رخيصه، شوفي شحال ديال لا فيتامين دي فيها. هنا خوتي خواتاتي كيف قلت لكم غادي ناخذ المكملات الغذائيه ديالي كلها ديال الشعر، هادو اللي قلت لكم عليهم، وغادي نعملوهم في واحد الطبيسيل. ديما انا معايا يعني حدا الفراش ديالي ديما معايا طبيسيل هكذا كنحط فيه لي كومبليمون اليمونطير ديالي كلهم، وكناخذهم باش كندوزهم البنات كندوزهم بالماء على ود فطرنا وكلينا الخبز. اذا خاصنا نعطيو للذات ديالنا في الصباح واحد الكاس ولا جوج ديال الماء، بالماء كندوزو هاد المكملات الغذائيه، وهكذا كنستمروا على المكملات الغذائيه. خوتي خواتاتي من ناحيه الاثمنه كيف قلت لكم الصيدليات الاثمنه كتختلف بالنسبه للدائره اللي فيها الصيدليه، كتكون الضرائب غاليه، والدائره اللي كتكون فيها صيدليه وكيكونوا الضرائب ارخص، وكيكونوا بعض الصيدليات كيزيدوا الثمن وبعض الصيدليات كيكون الثمن عندهم مناسب. كنتمنى فسرت لكم كل شيء. شري بالماء ولا خديتوا هذا الشيء وخلصتوا فلوسكم وحطيتوا فلوسكم في هذا الشيء ومشيتوا كليتوا اللحم وكليتوا الدجاج وزيد يا السكر وزيد يا ملحه والمرقة غمس والعطرية، الله يخليكم قللوا من العطرية في الماكلة، راه أيام جدودنا بكري راه العطرية خصها تدي ليهم من السوق للسوق. ما معناتها العطرية كيعملوا غير شوية، لهذا خوتي خواتاتي كنحاولوا نوصلوا ونرجعوا لذاك الشيء اللي كانوا عليه جدودنا وجدواتنا ووالدينا زمان. التقدية كانت من السوق للسوق، الخضرة كانت من السوق للسوق، اللحم كان من العيد الكبير للعيد الكبير. تقوا الله في ذاتكم باش ما يجيكم لا، يعني هاد الأمراض كلها اللي كنسمعها أنا عند النساء وهما يا ما عندهمش حتى 40 عام، داك الشيء مناش دخلتيه مع فمك بيديك. احتفظي على ذاتك واحتفظي على راسك وعرفي شنو كتاكلي وكلي شويه وباتي خفيفه، ولا نبقى ناكل تتولي الكشخه جاليه ونولي هاد الشيء كله حبا فيكم نساء ولا رجال الذات ديالكم. القناه ديالي مبنيه على الجمال الانوثه وكيفاش المراه توصل يا لاله ويا مولاتي توصلي حتى 80 عام وتجلسي مع عريساتك وتجلسي مع بناتك وتباني كتشعلي. ما كنهضرش على السن، كنهضر على ديك اللمعه في الوجه، ديك الذات كيفاش مقاده، ديك الوقفه عندك كيفاش عامله، كنتي محتفظه على ذاتك وعلى وجهك والمكملات الغذائيه والماء وناكل ونجتنب السكر ونجتنب اي حاجه اللي هي كتقلى في الزيت. ثقي بيا الذات ديالك غادي تردو ليك وما غادي تعاني من حتى شي حاجه. طولت عليكم في هاد لا فيديو كتستحق نتكلموا عليها. الحوايج اللي نقول لكم شريوهم هادو، هادي ايه هادي لا، هادشي اللي كتشوفوا جديد 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 كل نوبه داخله حاجه جديده، هادي 100% كنضمنها لكم، هذا كنضمنو لكم 100%، هادي كنضمنها لكم 100%، هادي اكيد لا مارك سولغا ماركه مزيانه، هادي لا ما غاديش نقد عليها ما غاديش نكملها. كل واحد كيمشي على قدو خوتي خواتاتي،
احبكم في الله، والسلام عليكم. ما تنسوش التعاليق خوتي خواتاتي، اللايك والتعاليق، راه من التعاليق ديالكم كنعرف بما غادي نعطيكم من المزيد. ان شاء الله لا فيديو الجايه غادا تكون على الزيوت اللي حنايا غادي نعملوهم على شعرنا وعلى البشره ديالتنا، على ود حنا غادي نبداو ندخلو في البرد واحد شويه، غادي نحولو الزيوت، يعني غادي نبداو ندوزو الزيوت اللي انا غدا ان شاء الله غادي نحطهم وغادي نفيلميهم لكم، وغادي نقول لكم الزيوت اللي فيهم الفائده والزيوت اللي هما يا باغينهم غير يتباعوا. لايك 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 والتعاليق لو كومونتير، احبكم في الله والسلام عليكم. طولت عليكم ولكن هادشي كيستاهل. احبكم في الله.